تحركت جموع الشباب والمتظاهرين من ميدان عبد المنعم رياض واتجهوا الى ميدان التحرير وانتشروا في كل مكان في الميدان، وبدات حركه السيارات ومحاور مروريه تفتح الى ميدان التحرير تؤدي الى شارع باب اللوغ وشارع ثلاث حرب وشارع قصر النيل. ولكن قبل نصف ساعة من الآن تقريبا قام المتواجدون بالميدان بإغلاق الميدان بعد نهاية البوابة الرئيسية للمتحف المصري، وتكونت لجان شعبية للاطلاع على هوية المارة وتفتيشهم تفتيشا ذاتيا، وكذلك شارع قصر النيل لا أرى في الميدان سوى بعض الدراجات البخارية التي تجوب الميدان. ليست هناك أعمال شغب وليست هناك أي اعتداءات على أي منشآت أو مرافق. لكن محمد يعني محمد كنت أشرت في التغطية السابقة أن هناك أعداد من التيار السلفي وبعض الشباب الذي ينتمي إلى التيار الديني أتى إلى ميدان التحرير، هل يعني أتوا لمؤازرة الميدان؟ هل أتوا يعني لأي سبب جاء وهل زادت الأعداد؟ نعم علاء، كنت أقول لك أنه لاحظت منذ نصف ساعة تقريبا توافد العديد من التيارات من التيارات الدينية أو بعض الشباب التابعين لتيار سلفي. هناك أقاويل متفاوتة، لا أعلم ولا أستطيع أن أتوصل إلى معلومة دقيقة، ولكن هناك من يقولون أنهم تابعون لحازم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. وترى الآن في الميدان تقريبا أعداد كثيفة من التابعين للتيار السلفي، وهناك أيضا حركة تبريل وبعض حركات سياسية الأخرى وحركة كفاية وبعض شباب الثورة وبعض من لهم مواقع على الموقع موقع فيسبوك، فهم يأتون إلى الميدان. ولكن إلى الآن لم تقم أي خيام في الحديقة التي تتوسط الميدان. نعم علاء. نعم محمد، يعني ولكن يعني انا حينما قدمنا الى 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 مبنى الى منطقه وسط البلد كان هناك غلق منذ تقريبا الساعه، غلق لميدان التحرير من الاتجاه القادم من كوبري قصر النيل، يعني هناك عمليه احكام وغلق للميدان الى اي متى؟ هل النيه لدى المتواجدين في ميدان التحرير هو غلق الميدان ومن ثم العوده مره اخرى الى المربع رقم واحد، غلق الميدان الدخول في اعتصام؟ هل لديك اي معلومات فيما يتعلق بنوايا الموجودين في الميدان؟ عفوا محمد، التبس علي الصوت. نعم بالضبط، هناك نيه للاعتصام واغلق الميدان من كافه الجهات المؤديه، ميدان القادم من ميدان سيمون بوليفارد، القادم من القصر العيني، القادم من قصر النيل، كذلك بالطبع شارع محمد محمود المؤدي الى شارع ريحان وزاره الداخليه، شارع باب اللوق، طلعت حرب، كل هذه الشوارع اغلقت تماما وتشكلت عليها لجان شعبيه من المتواجدين للتعرف على هويه المره والاطلاع على لكن لا يسمح لدخول السيارات محمد. لا يسمح لا